النجمة داليا البحيري. مفيش ثقة بالنفس، تقرف، مش عارف ايه اللي لمني عليك. في حد النجوم مع سالي عبد السلام. الحقني يا جوز امي الولية فرفرت. حوار خاص من مهرجان العالمين تكشف فيه كواليس بطولاتها السينمائية مع الزعيم عادل امام. دخلت السينما من اوسع الابواب، عادل امام شايلني على كتفه، فدي بالنسبه لي تقديمه، فقلت خلاص انا مرضيه يا جماعه، خلاص اللي يجي بعد كده انا تمام. يعني ده انت مقامك كبير قوي يا بيه، وبعدين هو انا طول. وكيف صنعت شهرتها في الدراما مع الزوجه المفروسه. لو كل ست دعت على جوزها فابواب السماء تبقى مفتوحه والدعوه تستجيب، مش هيبقى في رجاله في البلد. وماذا تغير فيها بعد فقدان ابنتها؟ ربنا أخذ مني ضنايا، فاهم قصدي؟ بس أنا كان عندي رضا، كان عندي رضا والله العظيم، كان عندي رضا. حد النجوم مع سالي عبد السلام الليلة 10 مساء على قناة مصر الأولى.